قولي. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد وقلت جديد. قلتش اليوم مختلف عن جميع القلتشات اللي نزلتها سابقا، يعني غالبا تكون اللي هو ملابس، قلتشات ملابس الى اخره، لكن قلتش اليوم يفيدك في اللي هو الحروب، سواء كنت تحارب في الشاطئ او في المدينة او المطار الحربي او اي مكان. هذا القلتش يفيدك زي ما شفتوا في اللي هو بداية المقطع. الطريقة هذه ممكن تنزل لك جد، ممكن تنزل لك هايدرا، ممكن تنزل لك اللي هو السيارة اللي تطير، الدباب اللي تطير، او البمبوشكا، اقوى طيارة من ناحية الاستحمال فجرناها زي ما شفت في بداية المقطع. يعني جلتش جدا سهل وخطواته جدا بسيطة، والكل يعني 100% يقدر يسوي. اول شيء تضغط ستارت، بعدها تروح عند اللي هو سيتنجز، وتروح عند اللي هو الخيار رقم 3 او كاميرا، بعدها راح تروح عند الخيار رقم 5 والخيار رقم 6. الاثنين هذول تخليهم اوف، ضروري هذول الاثنين يكونون اوف. حلو، طيب خليناها اوف. الحين نجي في كيف نطبق الجلتش. اول شيء تروح اللي هو الفيرست بيرسن شوتر، او اللي هو المنظور اللي يكون السلاح بس في الواضح زي ما تشوفون. الحين ايش راح تسوي؟ راح تضغط اللي هو R2، راح تطلق، بعدين تقنص، بعدين تضغط مربع، بس لازم انها تكون بسرعه. يعني اول شيء تضغط R2 اللي هو تطلق، بعدين تقنص، بعدين مربع. يعني زي ما تشوفون الحين R2 L2 مربع، راح تشوفون زي كذا السلاح راح يطلع على يطلق على فوق. اول ما يطلق على فوق يصير لا تجري، لانه اول ما تجري راح يخرب معاك الجلتش. تقدر تتحرك بس بالالالوك، لكن عن طريق لما انك تبى تجري راح يخرب معاك الجلتش زي ما تشوفون الحين. نخلص الطلقات الين ما نوصل لاخر طلقه. اخر طلقه هي الطلقه السحريه او الطلقه الخرافيه، يعني تقريبا اطلق لك من 8 طلقات الى 12 طلقه في اخر طلقه من المسدس، يعني جلتش جدا رهيب. كمان مرة راح نطلق، بعدين نقنص، بعدين نتشقلب، يعني R2 بعدين L2 بعدين مربع، يعني بس انك لازم تسويها بسرعة. حلو، R2 L2 مربع زي ما تشوفون، راح يطلق على فوق، طلق على فوق يعرف انه جلتشك تمام. خلص الطلقات وانتظر الين اخر طلقة. اخر طلقة هي الطلقة السحرية زي ما تشوفون، تقريبا زي ما قلت لكم من 8 طلقات الى 12 طلقة. نجي لكيف انزل جتات باللي هو الطريقة هذه. طبعا هذا السلاح هو المخصص لتنزيل الجتات والهايدرا وغيرها، من السيارة اللي تطير، الدباب اللي يطير الى اخره، هذا هو السلاح، ولازم انك تكون مركب له اللي هو الرصاص الحديدي، راح اوريكم اياه. طيب نجرب اللي هو الحركة على هذا السلاح، اللي هو نضغط R2 بعدين L2 بعدين مربع، يعني نطخ نقنص بعدين نتشقلب، بس انك لازم تسويها بسرعة. حلو، R2 L2 مربع، راح تشوفون يطلق على فوق. اول ما يطلق على فوق خلص الطلقات الباقية واقعد على اخر طلقة، هي الطلقة السحرية زي ما تشوفون. يعني هذا السلاح يطلق تقريبا من اللي هو 12 طلقه الى 20 طلقه في اخر طلقه من السلاح، يعني بالراحه تنزل لك جت، بالراحه تنزل لك سياره للطير، بالراحه تنزل لك اللي هو اي طياره تشوفها، لكن اهم شيء اللي هو تكون تقدر تقنص عليها زي ما شفت في بدايه المقطع. اخر مره راح نجرب الحركه، تضغط اللي هو R2 بعدين L2 بعدين X. حلو، بعدين مربع، معليش، R2 بعدين L2 بعدين مربع زي ما تشوفون، راح يطلق السلاح على فوق. اول ما طلق السلاح على فوق اعرف انه جلتش انا تمام ماشي. آخر طلقة هي الطلقة الرهيبة زي ما شفتوا، كيف جدا خرافية. كمان مرة، آخر مرة عشان الكل يضمن انه يكون عارف كيف يسويها. نطلق بعدين L2 بعدين مربع، R2 L2 مربع، راح يطلق على فوق، طلق على فوق اعرف انه جلتشك تمام. لا تجري بالإكس، لانك اول ما تجري بالإكس راح يخرب معاك الجلتش. تقدر تتحرك بالألالوك او الجويستيك،
بعدين اخر طلقه هي الطلقه السحريه زي ما شفتوا تقريبا 20 الى 25 رصاصه يعني بالراحه تنزل على جد اخر مره. طلقه ورا طلقه ورا طلقه اخر طلقه هي الطلقه الخرافيه لنا زي ما شفتوا كيف يعني جدا بسيطه والكل يقدر يسويها. طيب الحين نجي لاي الرصاص اللي هو بالراحه يقدر يفجر الجت او اي طياره. طبعا عشان تعدل السلاح لازم ان يكون عندك اللي هو الافنجر او الام او سي الشاحنه الكبيره، يعني يكون عندك يا الطياره اللي هو الافنجر او الام او سي الشاحنه الكبيره عشان يكون عندك اللي هو هذا المكان اللي تقدر تطور فيه الاسلحه وتخليها مطوره. طيب نروح نجي عند اللي هو الهيفي ريفولفر ام كي 2، هذا هو السلاح حقنا. تروح عند اللي هو الخيار رقم 2 او الامو تايبس، بعدها راح تختار اللي هو اخر خيار اللي هو الفول ميتل جاكيت راوندز. طبعا البعض راح يكون عنده مقفله، كيف يفكها؟ يفكها راح يكون ببحث في البانكر موجود زي ما فكينا اللي هو لبس المدره، يعني تسوي بحث في البانكر عشان ينفك معاك هذا الرصاص. طيب راح نسوي معاكم الخطوه اخر مره وبعدها ننهي المقطع. طيب نحط اللي هو الفيرست بيرسن شوتر او اللي هو منظور اللي يكون السلاح فيه له باين، راح تطخ بعدين تقنص بالال2 بعدين تشقلب ار2 ال2 مربع زي ما تشوفون راح يطلق على فوق، اول ما يطلق على فوق اعرف انه جلتشك ماشي تمام، يصير بس اللي هو اخر طلقه هي الطلقه الرهيبه والطلقه الاسطوريه هذه هي زي ما شفتوا تقريبا 25 رصاصه في اللي هو المسدس هذا. طيب بكذا وصلنا معكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، وأي عدد من اللايكات اللي راح يجي منكم في هذا المقطع أنا راضي به لأنكم صراحة في المقاطع اللي راحت ما قصرتوا، أي عدد من اللايكات راح ينجي على هذا المقطع أنا راضي به. طيب رابط كلامي في خانة الوصف إذا تبغى تخش، شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على المشاهدة، سلام.